هل بإمكان العلم أنه يعيد اللي مات أو اللي انقرض للحياة من جديد؟ تصوروا معي ونحن هلأ بالقرن 21 أنه آيزاك نيوتن وآينشتاين والقائد نابليون بونابرت ونوابغ الموسيقى مثل بيتهوفن وأماديوس وغيرهم وغيرهم كلهم رجعوا على الحياة. تتخيلوا بالعبقرية اللي عندهم إياها كيف ممكن تكون وتيرة التقدم العلمي والاجتماعي والفني؟ أو شو ممكن يصير لو أعيد للحياة سيئي الذكر عبر التاريخ البشري أو الديناصورز؟ كوارث. قبل ما نشطح بالتخيلات والتصورات خلينا نحكي عن المعطيات اللي بين إيدينا حالياً. الاستنساخ. شو هو الاستنساخ؟ الاستنساخ أو الكلوناج أو الكلونينج هي عملية طبيعية تستخدمها البكتيريا والنبات للتكاثر بدل عملية التزاوج. يعني لما بيتم استنساخ المادة الوراثية الأم وتوريثها للنسل offspring. بيستخدم العلماء هالمنطقة من التكاثر لصنع أو استنساخ أجزاء من الحمض النووي الجينات وصولاً إلى استنساخ خلايا وكائنات حية اللي عندها استخدامات عديدة على صعيد صناعة اللقاحات، الأدوية، المنتجات الزراعية والحيوانية. بهالحلقة من ماذا يقول العلم رح نشرح كيف بتتم عملية الاستنساخ بمجال التكنولوجيا الحيوية ورح نعطي بعض الأمثلة عنا مع شرح مبسط ولكن علمي عن هالموضوع المعقد اللي بيختلف حوله العلماء ورجال الدين. أكيد مش رح نفوت بالجدل بين مين مع ومين ضد وليش مع وليش ضد، لأنه برأيي هيدا الجدل عقيم وما بيوصل حدا لنتيجة واضحة للي مع ولا اللي ضد. إذن الاستنساخ بيضم عدة أنواع وإله عدة استعمالات، بس قبل رح نعطي مثل كتير بسيط عن كيف بتم الاستنساخ وذلك بواسطة النعجة دولي اللي تم استنساخها من قبل العالم إيان ويلمنت. العملية هي كالتالي: تم عزل الحمض النووي لدى خلية تم أخذها من نعجة بيضة وزرعت ببويضة نعجة سوداء تم إفراغها من كل المواد الجينية. بعدها زرعت البويضة اللي تم هندستها بالمختبر دون عملية التزاوج برحم النعجة السوداء، وهيك ولدت دولي نعجة بيضاء اللون وكانت نسخة طبق الأصل عن النعجة البيضاء اللي وهبتها جيناتها ولا تشبه أبداً النعجة السوداء. ولكن ب 14 فبراير عام 2003 ماتت النعجة دولي وكان عمرها 6 سنوات فقط، وذلك بعد أن أصيبت بانتفاخ الرئة المرض الأكثر شيوعاً بين الأغنياء. بتعيش الأغنام عادة مدة 10 سنوات، وأشارت البحوث الأخيرة إلى أنه القصص المروعة حول سوء حالة دولي الصحية والزعم أنها عانت من مرض الشيخوخة المبكرة الناتجة عن الاستنساخ لا أساس له من الصحة. من هالمنطلق الاستنساخ ممكن يساهم بتحسين جودة المواد الغذائية عبر استنساخ النبات والحيوانات الأكثر جودة. من وقت عملية النعجة دولي بال 1997 عم ينشغل على هالتكنولوجيا لتحسين ظروف نجاحها والتأكد من انه الكائن المستنسخ بصحة جيدة والعملية قابلة للاستعمال بمجال الغذاء والأدوية. عبر التاريخ زعم العديد انه نجحوا باستنساخ البشر، ولكن كل ما كان يطلع خبر مماثل كان يتم نفيه مباشرة. المثل الأبرز هي إيف، الإنسان المستنسخ الأول بال 2002 بمدينة فلوريدا، ولكن لم يتم تثبيت عملية الاستنساخ أو العثور على هالطفل المستنسخة. شكل تاني من عملية الاستنساخ هو الاستنساخ العلاجي اللي فيه بيتم عزل خلية جذعية ستام سيل عند القدرة على التكاثر ومن ثم تحول لنوع خلية متخصصة specialized cell مثل الخلية اللي بتفرز هرمون معين
أو الخلايا العصبية نيرون. الملفت أنه تم تطوير طريقة لتحويل أي خلية متخصصة إلى خلية جذعية دي ديفرنشيشن، ومن ثم لخلية متخصصة بوظيفة جديدة ديفرنشيشن، أو تحويل خلية متخصصة إلى خلية متخصصة تانية دون المرور بخلية جذعية وسطية ترانس ديفرنشيشن. صعبة صح؟ ببساطة الاستنساخ ممكن يحول خلية متخصصة لخلية عصبية لتنزرع بمرضى الألزهايمر والباركنسون، يعني أمراض بطال الجهاز العصبي، أو مثلاً تطوير خلايا بتقوم بفرز مواد الأنسولين وتزرع لدى مرضى السكري. وتطوير هالخلايا من المريض نفسه بيسهل عملية الزرع وبيبعد أخطار الزرع التقليدية عبر نقل خلايا وأعضاء من إنسان إلى إنسان آخر، وخطورته أنه ممكن الجسم المتلقي يرفض هالعملية. عملية الاستنساخ والهندسة الوراثية والتلاعب الجيني موضوع كتير جدلي، ولكن له كتير من الفوائد. إذا استخدمت هالتكنولوجيا بالأماكن والطرق المناسبة ممكن تؤدي لخدمة إنسانية سامية بمجال الطب والأدوية والغذاء. وعلى أمل أنه تكون وقعت هالتكنولوجيا بأحضان صناع الخير والباحثين عن السلام العالمي واللي بيأمنوا بالإنسان وبيسخروا كل المعطيات لخدمة وديمومة البشر على هالكوكب. تابعونا بمواضيعنا الجديدة اللي رح نحكي عنها بالمستقبل، وما تنسوا تفعلوا الجرس، تكبسوا لايك، تعملوا لنا فولو شير، وتتركوا لنا كومنت. إلى اللقاء.